صباح الخير يا شباب. ان شاء الله صورتي يوم من حياتي النهارده. الصبح بدري طبعا قمت عملت كاردو وفطرت، كانت شوفان وبيض. دي الوجبه الثانيه، تشيكن مع اسبرغس. تمام. لسه في وجبه، المفروض في وجبه ثالثه كمان لسه دخلها، وبعد كده هروح على التمرين. المفروض النهارده اخرج مع العيله، وبس ان شاء الله يعني يكون في طاقه بعد التمرين اعرف اخرج، وان شاء الله اكمل معاكم اليوم. خلاص خلصت الوجبه الثانيه بتاعتي. يومنا كله ممكن اتكلم عن يومي، يعني بقوم الصبح اعمل كارديو، اول وجبه تاني وجبه، ما بين الوجبات زي ما انتم شايفين كده قاعد ماسك اللابتوب اتفرج على شاهد، يوتيوب، نتفليكس، اتابع مع الناس بتاعت اللي مرنهم اونلاين. الحركه في الايام الاخرانيه ديت، اخر مثلا 8 اسابيع او 10 اسابيع، بتبقى الموضوع الحركه صعبه كتير، انك تخرج من مكان تروح مول تروح تتفسح الكلام ده كله. الموضوع بيبقى صعب، يعني صعب كتير، عشان بيبقى مثلا لو كارب وبتعمل كاردو ممكن مره او مرتين، يعني على حسب يعني النتيجه اللي انت فيها في الوقت الحالي. فطبعا ممكن بس ان اخرج مره واحده في الاسبوع. بقيت يوم زي ما انتم شايفين كده وجبات وتمرين كارديو. حتى لو حبيت تخرج، انا بالنسبه انا اتكلم عن النسبه لي انا، في ناس ثانيه البيتا بليزم عندهم عاليه شويه، ممكن الموضوع يختلف معاهم شويه، ممكن يعرفوا يقعدوا مثلا ياكلوا وجبه في مكان او ياكلوا حاجه، بس بالنسبه لي انا عارف كيف اشرب شاي اخضر، مفيش متعه في الموضوع. ف معظم وقتي بكون مقضي في البيت ما بين الكارديو والتمرين والبيت، ما بروحش ما بخرجش كتير. بحاول قدر الامكان يعني ارتاح عشان اعمل ريكفري كويس، عشان يكون عندي طاقه ان اعرف اتمرن التمرين التانيه بطاقه كويسه. فانا في الوقت الحالي بعمل كارديو الصبح، بدخل وجبتين او ثلاثه وارجع اتمرن حديد، بالليل ممكن اعمل كارديو تاني. في ايام بعمل مرتين كارديو، وفي ايام بعمل مره واحده كارديو، على حسب يعني النتيجه اللي انا فيها في الوقت الحالي. فان شاء الله انا اعرف السنه دي يعني نعمل حاجه كويسه، يعني السنه دي واخد التجهيز يعني 100% صح، بعمل ريكفر صح، يعني مرتاح، ما فيش اي مجهود اضافي. فان شاء الله السنه دي يعني تكون سنه كويسه، وخلاص يعني كلها كام اسبوع ان شاء الله يعني نقف على الستيتش. بس لسه مستني على نيويورك، لسه مش متاكد 100% انا هلعب ولا مش هلعب، عشان لسه شهر رمضان هنصومه، فانا لسه مش عارف يعني رمضان شوية يكون مع النتيجة هتيجي نتيجة ايجابية ولا ممكن اخس عضلات. فلسه اخر 10 ايام في رمضان هقرر هلعب ولا مش هلعب. فلسه لعب نيويورك لسه مش اكيد، فان شاء الله انا هعمل قدر الامكان ان العب. ممكن في ناس كتير شايفه ان اللعبه من الجهه الخارجيه بس، واو عايش والدنيا في سبونسر وفي دنيا كويسه، بس عشان تلعب اللعبه ديت لازم يكون يعني عندك اراده كويسه، ولازم تكون يعني قادر ان انت تكمل وتضحي باي شيء عشان تقدر توصل للي انت فيه. طبعا عشان تخرج مع اهلك كالعاده ممكن يبقى الموضوع صعب، ممكن تخرج يوم مره في الاسبوع، وممكن في المره اصلا يعني احكي لكم عن نفسي، انا امبارح جيت اخرج مع الاهل ما فيش طاقه ان انا امشي، ما فيش عامل لو كارب، وكان يومها زيرو كارب، ما فيش طاقه ان انت تخرج، ما فيش طاقه ان انت تمشي، مش عارف تستمتع بحياتك. انا مش بقول كده عشان احبطك، بس انا بقول كده عشان تعرف ان اللعبه فيها تعب كبير، فلازم تكون انت قد التعب ده. انك تخرج في مكان وتتفسح زي الناس والكلام ده كله، فاهم التجهيز الموضوع صعب خالص، فلازم تكون يعني قادر انك تستحمل التعب اللي انت فيه والضغط القاسي، وما تقولش لا الناس كلها بتخرج والناس كلها بتتفسح انا محروم ومتضايق ومش عارف ازاي الناس.
كلنا بنعاني في الأول، كلنا ممكن أنا كنت بشتغل وبعمل كاردو وبتمرن وبجهز وكل شيء في نفس الوقت يعني. أمال دلوقتي الحمد لله يعني ما بقى عنده سبونسر، يعني الدنيا بتبدأ ترتاح شوية شوية، فتقدر تجهز بس يعني تقدر تجهز إنك تجهز بس، فأنت ما تستعجلش. في ناس تقول لك لا أنا عايز أعيش عيشتي يعني مثلا زي الناس معاشة، تاكل تتمرن بس. طب ماشي، لو انت معاك الميزانية انك تعمل ده في الوقت الحالي اوكي، بس ما معكش الميزانية لا، لازم تعمل زي ما كل اللعيبة كانت بتعمل في الاول، كان كلهم بيشتغلوا وكلهم بيجهزوا وكلهم بيلعبوا بطولات، فلازم تاخد حياتك واحدة واحدة عشان تقدر توصل للي انت فيه، توصل لحاجة كويسة في المستقبل. بص يا شباب، يعني في ناس كتير بتقول ايه الفرق بين المحترفين والهواة والكلام ده كله، انا عن نفسي انا كلام كله عشان تبقوا عارفين، انا ما بتكلمش كلام علمي اوكي، انا بتكلم عن تجربة شخصية، حاجة حسن مر بيها وممكن انت تنفذها تمشي معاك وممكن متمشيش معاك، عشان بس يعني انا بقول على اللي انا مريت في حياتي مش اكتر من هيك. احنا الاول كنا مثلا بنيجي نجهز مثلا للبطولات، عايز اجهز البطولة ممكن بعد شهرين انا جاهز للبطولة، طبعا موضوع احنا الاول كلنا كنا بنعمل كده، انا واحد من الناس كنت بعمل كده، قبل البطولة شهرين انا جاهز للبطولة، فده اللي بيخلينا ما نعرفش نوصل لمستوى كويس، ما نلحقش نكبر، ما نلحقش ننشف، ما يكونش عندنا الوقت الكافي ان احنا نوصل لمستوى كويس. انا جاهز للبطولة لازم اكون عندي الوقت الكافي، لازم اكون عندي على الأقل 16 أسبوع أقل كلام، أخد وقت فيه إن أنا أزيد في وزن، أخد وقت فيه إن أنا أنشف بجد. معظم الناس تيجي مثلا قبل البطولة بوقت قصير، أنا عاوز ألعب بطولة، فتبقى نسبة الفات عندهم اللي هي زيادة كبيرة. طبعا أنا بتكلم عن الناس اللي شبه جسمي، في ناس عندهم الميتابوليزم عالية فطول السنة ممكن تلاقيهم ناشفين ما شاء الله، فانا بتكلم عن الناس بالنسبه يعني ناس جسمهم بيزيد وزن كتير، فلازم ده ياخد وقته ان هو يعرف ينشف وقته طويل. احنا الاول مثلا كنا بنعمل الاول يعني مثلا خلاص مفيش وقت قريب بس على البطوله، فلو كارب وزيرو كارب وهاي تمرين وكارديو ليل ونهار، و تيجي تبص تلاقي نفسك في حرمان وتعب ومش قادر. أما لما تاخد وقت طويل إنك تجهز، بتقدر تنزل الكارب بتاعك شوية شوية، تقدر جسمك تعب تديله يوم هاي كارب، يوم وجبة مفتوحة، يكون عندك الوقت السامح اللي أنت تعرف تريح جسمك، تقدر بعد كده تقدر تعمل مرة واحدة تمرين. بس لما يكونش عندك وقت فبتضطر تضغط نفسك، تضطر تعمل قل أكلك، تضطر تعمل كارديو كتير، تمرين كتير، فتيجي تبص تلاقي نفسك تعبان وعاوز تخربط في الاكل. بس انت لما تيجي مثلا ماشي فتره طويله صحي، فنسبه الفات عماله تقل تقل تقل، وانت في نفس الوقت عاوز عمال توصل للمستوى اللي انت فيه من غير ما تتعب. الناس هنا مثلا كل الناس ماسكه دايت طول السنه، 80% دايت طول السنه، غير وقت التجهيز طبعا 100%. فاحنا لازم كلنا عاوز تبقى بطل لازم تعمل كده، مش انت مثلا هتلعب ماتش تجي لي مثلا تقعد لي 9 شهور فاتح وتقول لي 3 شهور هجهز للبطوله، ما ينفعش طبعا، لازم تاخد وقتك، ولازم حتى لما تحب تزيد عضلات لازم تزيد باكل صحي، ما ينفعش تقول انا عاوز وزني يزيد وتاكل بيتزا وبرجر وتخربط الدنيا. ما انت الكلام ده كله لو انت جسمك بيزيد فات بسرعه هتزيد فات بنسبه كبيره، لما تيجي تقللها هتيجي تبص تلاقي نفسك اصلا ما عملتش عضلات، عشان انت اصلا ما دخلتش الاكل اللي يعمل عضلات. فانت حتى لو عاوز تزيد عضلات لازم تزيد باكل صحي، ما ينفعش تخربط شمال ويمين، ممكن ليك وجبه مفتوحه في الاسبوع وجبتين مفتوحه في الاسبوع مش مشكله، فلازم توصل عشان توصل لحاجه كويسه لازم تمسك فتره طويله تستمر عليها وتكون ملتزم. في الايام الاخرانيه بتاعت ديت اخر فتره في التجهيز، عشان الاكل بيبقى صعب كتير يعني بيتبلع عشان دايت والناشف والكلام ده كله، فانت لو انت قاعد في البيت ويعني موراكش شغل وموراكش حاجة، فممكن تعمل وجبتك يعني اول باول يعني عشان تكون لسه مطبوخة مش في التلاجة، عشان تعرف تاكلها
بس لو انت ما عندكش الوقت الكافي ان انت مثلا طول اليوم بره او في شغلك او لا، ممكن انا كنت الاول بعمل مثلا، انا معايا وقت بعمل وجبتي الوجبه بوجبتها، ما عنديش وقت ممكن اعمل اكل وقت الشغل لما كنت شغال في مثلا وبداوم، ممكن اعمل اكل يوم او يومين واحطه في التلاجة. فانت ما تخليش حاجه يعني تعطلك عن وجباتك. مش عارف تاكل، حاول ان في اخر الفتره تبقى مثلا اكل ناشف وقاسي وبتاع. انا عن نفسي بفضل مثلا اعمل وجبه بوجبتها عشان اعرف ابلعها، ما يكونش عنده وقت وفي الاوف سيزون والكرب عالي طبعا بيعرف الاكل يتبلع. فممكن اعمل اكل يوم او يومين واحطه في التلاجة عشان ما بديش نفسي فرصة ان انا افتح التلاجة مفيش وجبة. يعني في ناس كتير معاد وجبتها لا مفيش وجبات، خلاص خربط اي حاجة كل اي حاجة، فده طبعا مش هيساعدك ان انت تعمل حاجة كويسة. فلازما وجباتك تكون جاهزة معاك طول الوقت، اذا كنت هتعملها في ساعتها او لو كنت بره بتتمشى لازم أن تكون معاك وجبتك عشان ما تديش نفسك فرصة ان انت مفيش اكل فتضطر تاكل اي حاجة. انا بحاول انصحك على قد ما اقدر على الحاجات اللي انا مريت بيها في حياتي وان شاء الله اقدر افيدكم في حاجة تانية يا شباب يعني حابب افيدكم فيها. ما تحاولش قدر الامكان تكون حواليك مغريات انها تخربط الدايت. ما يكونش مثلا تعرف الشقة لحالك، في اوضتك عندك شوكولاته، عندك سناكات، عندك خرابيط، معلش مهما يكون عندك قوه تحمل وقوه اراده هيجي لحظات ان انت تضعف فيها فتلاقي نفسك بتخربط. فانت حاول قدر الامكان يعني تعمل يعني على حياتك كنترول، مفيش الحاجات الممنوعه ما تحاولش يكون في اوضتك يعني تحطليش شوكولاته و بسكوتات وحاجات في قلب الاوضه وتقول لي مثلا ايه انا هنوم لليوم الوجبه المفتوحه او اليوم المفتوح. متضحكش على نفسك، مفيش الكلام ده كله، هتصحى بالليل تاكلهم. فخلي الوقت المفتوح وقت الاكل المفتوح، ما تعينش عشان هيجي وقت وهتضعف وهتخربط. معلش يعني البسكوت الدونات الكلام ده كله يعني يوم ما تخربط حتى تحس ان انت خربطت خفيف، اقل حاجه 300 400 سعر حرق، ده اقل حاجه يعني ساعه مشي. فانت احسبها كده بالسعرات، يعني انا اكلت دي 300 قصاد ساعه مشي، لو كل يوم خربطت في 300 في 300 لكنك كل يوم ما بتعملش مشي فمش هتعرف توصل لهدفك. فحاول قدر الامكان تحسب كل حاجه داخله بتاكلها عشان تقدر توصل لهدفك ايه. ان شاء الله النهارده عندنا تمرين رجلين، يلا بينا نخش. دلوقتي باخد السبلمنت بتاعي للتمرين، ده باور ستامبيت، السكوب بتاعه فيه 200 جرام كافيين. فطبعا كل واحد بجرعة الكافيين اللي باخدها على مدار اليوم، اذا كان بياخد 200 100 600 انا عن نفسي باخد 2 سكوب قبل التمرين. ده بام ماتريكس، ده يساعدك على ضخ الدم في العضلات ويديك قوة تحمل أكتر. ده أمينو في ايام باخد فيها 2 سكوب وقت التمرين، في ايام تانية ممكن اخد سكوب قبل التمرين وسكوب اثناء التمرين. عامة الامينو البي سي ممكن تاخده كذا مرة على مدار اليوم. انا باخد الصبح مثلا وانا بعمل كارديو اثناء التمرين، لو هعمل كارديو تاني بالليل ممكن استخدم برضو امينو بي سي. تمام،
Like